هاد المساعدات غادي يطلعوا لهذوك الدوار اللي في هذاك الجبل، ما عندوش طريق، دوار ازلال ما عندوش طريق، غادي يوصلوا بالدواب ديالهم. باش كاع الناس يستافدوا، باش كاع الناس يستافدوا وكاع الناس يبقاو على خواطرهم، باش ما يكونش شي مشكل يقول لك هذا راه دا هذا بزاف ولا دا هذا ناقص. لا لا يا المحسنين، الله يجازيهم بخير، الله يعطيهم الخير، المواد الغذائيه عطاها الله الحمد لله. شي حاجه فاش نستروا هنا، الله يرحم والديهم، انا ولدي صغير ومريض، الله يجازيكم بخير. هذا هو المنزل الجديد لأسرة تتكون من 10 أفراد فقدت منزلها جراء الزلزال. المتطوعون قالوا لي إن الأسابيع المقبلة ربما تشهد سباقا مع الزمن في محاولة لإيصال المساعدات الملحة لهؤلاء السكان هنا في هذه القرية المعزولة قبل حلول الشتاء. لا ما تعملش كده، ما تعملش كده.